ستالين، شو شايفة للنجم سعد المجرد؟ شايفت له انه فوتوه بقصة مش لإله، حسيته مسكرين عليه من ورا او غيره او حسد صارت، انه صار بده يكون نجم مشهور، عملوا له هاللعبة. بحس في حواليه اشخاص من نضاف ما بيحبوه، فوتوه بهالقصة لانه بحس بوجهه فيه براء، انه لما بده يظهر مع حدا مش حيقدر يغتصب حدا، في يظهر مع مين من كان، بس اختلقوا له هاي القصة من بعد سينو جينو تسكير. وبحس انه في اسئلة كتير عم بتصير حواليه، وفي ناس عم بتدخلوا. انا بحس انه في بعد عنده شوية وقت، بس طالع بال 2017 ان شاء الله. بريء؟ انا هيك بحس مثل ما شفت عيني، انا ما بعرفه وهلا عم تسألني عنه، فرجيت صورته هيك بحس. بريء بريء.